إعادة تدوير السيارات، استعراض كامل للعملية التي تولد فيها التكنولوجيا من جديد. تجهيز السيارات والمعدات لإعادة التدوير. السيارات تفكك وتقطع لقطع صغيرة، وإعادة التدوير ليس فقط للأبواب والأجنحة والمصدات، ولكن المحركات التي سوف نراها تفكك دون جهد كبير من قبل أحجار الروح الهيدروليكية الضخمة. وإعادة تدوير الإطارات، إن قطع الأحجار العملاقة يدمر كل شيء في مساره، وكذلك الدراجات النارية والدراجات العادية والأثاث وغيرها من البلاستيك، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، كل ذلك يفكك وينهار في لحظة. المرحلة الأولى، تفقد السيارات والتأكد من عدم صلاحيتها للعمل والخدمة مرة أخرى، وذلك عن طريق تعريض السيارة لمجموعة من الأنشطة العادية الخاصة بنوع السيارة وكذلك المحرك. بعد ذلك يتم تحديد الفترة المسموح بها استخدام السيارة، وبعد انتهاء هذه المدة تدخل السيارة في مرحلة التدوير الفعلية. المرحلة الثانية، الفصل الجزئي، وفيه يتم فصل المحرك عن السيارة وكذلك المعدات الكهربية، ويبقى جسم السيارة كامل دون محرك أو وصلات. المرحلة الثالثة، التحطيم الكلي للسيارة. وفي هذه المرحلة يتم سحق الجسم الخارجي بطرق عديدة، منها التقطيع الجزئي أو السحق الكامل أو الإذابة، وهذه بعيدة نوعا ما عن الاختيار في السيارات العادية. المرحلة الرابعة، إذابة الزجاج والإطارات. في هذه المرحلة يتم وضع الزجاج والإطارات في ماكينات يتم داخلها إذابة هذه الفايات بالكامل، مع الوضع في الاعتبار إعادة تصنيعها مرة أخرى. المرحلة الخامسة، تكسير المعادن الباقية وتحويلها إلى خليط متجانس، ويتم من خلال ماكينات هيدروليكية كبيرة وقوية جدا تستخدم لسحق المعادن إلى أكبر درجة ممكنة. المرحلة السادسة، تفكيك المحرك واستخراج الصالح منه، وبعد التأكد من عدم وجود شيء جيد للاستخدام تتم عملية السحق الصفري، وفيها تقوم الماكينات بتحويل المعدن القوي الخاص بالمحرك إلى خليط معدني واحد ليتم إعادة تشكيله وهيكلته من جديد. المرحلة السابعة، التصدير، وفيها يتم تحويل السابق إلى مصانع الصب والهيكلة، والتي يتم فيها استخدام هذه المكونات من جديد بعد تعرضها لعمليات معالجة متتالية للتخلص من الشوائب وفضلات عمليات السحق. هذا الفيديو الذي أمامكم يستعرض كيفية تمام هذه العملية بسرعة رهيبة، بدءا من المرحلة الأولى وصولا إلى الهيكلة. قد تتم هذه العملية بالخطوات السابقة، وقد تتم بدوائر أخرى ومراحل أكثر تعقيدا في عملية إعادة التدوير، وإليكم بعضا منها. إعادة تدوير المنتج تعتبر حلا ضروريا وبديلا للإنتاج الجديد، ويمكن تطبيقها على الإنتاج الكامل أو المكونات والأجزاء. إعادة تدوير المنتج مع المحافظة على شكله وبنيانه والقمة العليا له بعد صيانتها أو تطويره، وإعادة استخدامه لنفس الوظائف والمهام أو غيرها، مثل قطع المحرك السليمة التي تحدثنا عنها سابقا. إعادة تدوير المنتج بعد تفكيكه وإدخال مكوناته وأجزائه لعملية الإنتاج والتجميع، ويعتبر هذا النوع أقل قيمة من النوع السابق. إعادة تدوير المواد، الاستفادة من المواد الداخلة في صناعة أي منتج، أي إعادة التصنيع في صناعات مماثلة أو مختلفة بعد فصل المواد الداخلة في صناعتها عن بعضها البعض مع مراعاة شروط حماية البيئة كالآتي. إعادة تدوير المواد من خلال إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل. إعادة تدوير المواد من خلال معالجتها كيميائياً أو حرارياً لتصنيع مواد خام جديدة، تحصل هذه العملية مع المنتجات البلاستيكية. وفكرة تدوير المنتجات عموماً تتعرض للكثير من النقد، ولها المميزات لسنوات عديدة. كان التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات أي الخردة هو الشكل الأساسي لإعادة التصنيع، ولكن مع بداية التسعينات بدأ التركيز على التدوير غير المباشر، أي تصنيع مواد المخلفات لإنتاج مواد أخرى تعتمد على نفس المادة الخام
مثل تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والألمنيوم وغيرها من المواد التي يتم الآن إعادة تصنيعها. وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج التدوير بمأخذ الجد، من الممكن أن تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل، كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلوث البيئة. ورغم إيمان البعض أن تدوير المخلفات هو قمة المدنية، فإنه بعد مرور 10 سنوات على تطبيق الفكرة، بدأ الكثير من الناس في الدول المطبقة للتدوير بشكل واسع بالتساؤل عن مدى فاعلية تلك العملية، وهل هي أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات؟ اكتشفوا مع الوقت أن تكلفة إعادة التصنيع عالية بالمقارنة بمميزاتها والعائد منها، فالمنتج المعاد تدويره عادة أقل في الجودة من المنتج الأساسي المستخدم لأول مرة، كما أنه لا يستخدم في نفس أغراض المنتج الأساسي. ورغم هذا فإن تكلفة تصنيعه أعلى من تكلفة تصنيع المنتج الأساسي من مواده الأولية، مما يجعل عملية التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إهدارا للطاقة. لذلك أصبح هناك سؤال حائر، إذا كان التدوير أسلوبا غير فعال للتخلص من المخلفات، فما هو الأسلوب الأفضل للتخلص منها؟ وبالطبع فإن الجواب الوحيد في يد العلماء، حيث يجب البحث عن أسلوب آخر للتخلص من المخلفات، وفي نفس الوقت عدم إهدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بها. وكيان هذه العملية تمثل هذه العملية أساساً في الألمونيوم والصلب، حيث يمكن إعادة صهرها في مسابك الحديد ومسابك الألمنيوم. ويعتبر الصلب من المخلفات التي يمكن تدويرها بنسبة 100% ولعدد لا نهائي من المرات. تحتاج عملية تدوير الصلب لطاقة أقل من الطاقة اللازمة لاستخراجه من السبائك، أما تكاليف تدوير الألمنيوم فإنها تمثل 20% فقط من تكاليف تصنيعه، وتحتاج عملية تدوير الألمنيوم إلى 5% فقط من الطاقة والانبعاثات التي تنتج من تكوين البايوكسايد. ونفس الحديد، الألمنيوم يمكن إعادة تصنيعه بدون أن يفقد خصائصه، وهذه العملية هي من أفضل الأمور التي يمكن عملها لنساعد في الحفاظ على البيئة. إعادة تصنيع علب الألمنيوم تتم فيه 6 أسابيع، ويمكن صنع منتجات جاهزة في خلال تلك الفترة فقط، كما أن ورق الألمنيوم المستخدم يمكن إعادة تصنيعه مع جميع منتجات الألمنيوم لتكوين إطارات النوافذ وبعض قطع غيار السيارات، والتي تكون أخف وزناً وأكثر حفاظاً على الوقود. في عالمنا المعاصر بدأ الاهتمام أخيراً بإعادة تصنيع النفايات أو تدويرها، ويرى دعاة حماية البيئة أن ذلك يعد إحدى الوسائل المهمة للمحافظة على البيئة، والحول دون استنزاف الثروات والموارد الطبيعية فيها بسرعة. ويطرح العالم حالياً في مقالب القمامة ومراكز دفن النفايات ما يقرب من 3/3 كميات الألمنيوم المصنعة عالمياً، و3/4 ما تنتجه مصانع الحديد والصلب ومصانع الورق. وهذا كل ما يخص عملية تدوير المخلفات بصورة تساعد على استمرارية الموارد في عالمنا. وبعيداً عن التكنولوجيا قليلاً، هذه العملية هي التي سوف تجعل عالمنا يستمر في الحركة فترة أكبر وأكبر كلما زاد استخدامنا لهذه التقنية.